عسلامتكم ناس كل، رجعنا لكم في حلقه جديده من ملا شيف. اليوم معايا شيف وجدي، وكل عاده باش نعطيكم دبره لوست الجمعه ولا الغدوه، بتات نهار اثنين هكا تقل ديما دبرات اول الجمعه. دونك احنا نجيكم كل نهار احد، نحاولوا نعطيكم كل مره دبره جديده. عسلامه شيف. شنو حوالك انت؟ صافا لاباس الحمد لله. شنو الدبره لليوم؟ واحد يحير، الدنيا بدات تسخن وما عادش حاب يقعد برشا في الكوجينه. هذايا منو سيفي. سيفي بي اوكي. عنا محمسة، باش تقول لي محمسة في السيف، محمسة تيب زادة في السيف. محمسة جيرية معناها. جيرية. باهي. باش نعملوها اليوم بيت نجالة. أي. فما المحمسة ثوم وكروية. هذوما يتيبوا في السيف. فما أنواع معناها. أي. فما بتاع الشتاء وفما بتاع السيف. بتاع السيف، باهي. توا باش نعملوا بتاع السيف. بتاع السيف أنت تعملها شايف بالبدنجان. بالبدنجان. ولا ثوم وكروية. ولا ثوم وكروية، باهي. وعندنا كم سلاطة. سلاطة. سلطه باش نعمل سلطه سيفي مخلطه شويه في المشوي فيه شويه قرع اخضر حاسينه متنوشه وعطا طايب وكل معناتها حاجه معناها فيها الني وفيها الطايب فيها الني وفيها الطايب اوكي وكم ديسير عندنا خبزه نوات كوكو خبزه جاتو خبزه موالو نوات كوكو موالو نوات كوكو باهي دار فيه بنين زاد الموالو نوات كوكو نشوف البودغ داموند ونشوف نوات كوكو حاجه خفيفه حاجه خفيفه تاع سيف باهي دونك شنو باش نستحقوا شاف للدباره نتاعنا لليوم كيما شفتوا عندنا محمسه عندنا سلايطه سيفيه وعندنا موالو نوات كوكو دونك نستحقوا المحمسه من عند ليبيدور بطبيعه المحمسه نمبر 2 عندنا زاد الفارينا سبيسيال جاتو من عند ليبيدور عندنا فروماج ديليس دونك سي اون نوفوتي سان موري عندنا زبده نتاع ديليس توب شيف لا كريم دونك سيمي ايباس نتاع ديليس زاد كيف كيف عندنا صوص مايونيز بونا وصوص سالاد ناتور زاد كيف كيف من عند بونا ما غير ما ننساو الالكتروميناجي نتاعنا من عند بيولوكس وصالون لا تابلا مونجي لي شيز من عند سوتوفا دونك خلينا نبداو ديريكتومون في الغوسيت الاولى باه شايف دونك كيما قلت لي باش نبداو بالجاتو الموالو نوات كوكو هو اللي باش ياخذ لنا اكثر وقت بطبيعه باش يطيب في الفوغ ومن بعد نجمو احنا ننسيو المحمصه والسلطه براتيكمون لي زانغريديون الكل حاضرين دونك الغوسيت هذي كيفاش شايف منيو ساهل ومعناتها صحه نتاع سيف نتاع كيما نقولوها واحد ما عينوش باش يدخل في الكوزينه ما عينوش يقعد برشا سيغتو دونك باش ناخذ 100 غرام زبده ديليس فوالا كي العاده مايسا الخدمة نتاعنا بالصحفة بالصحفة باهي ديما مسهلها علينا شايف دونك ناخذوا صحيفة ونكيلوا بها عندنا صحفة لوز هذيك دونك لوز مرحي لوز أبيض مرحي بودغ داموند ناخذوا صحفة ناخذوا صحفة سكر صح اللي يحب ينجم يزيد راهو ما يصير واللي يحب زاد ينجم ينقص فوالا السكر كل واحد وضميره صح كل واحد وضميره باهي نوات كوكو نوات كوكو صحفة معبية بيدي نوات كوكو باهي ما يقلقش يعني كان بازيد لا 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 ما يقلقش هو معناتها سي ان جاتو اباز دو نوات كوكو هذاك علاش باهي دونك عندنا صحفة نوات كوكو صحفة سكر وصحفة لوز واحدة خميرة واحدة سكر فاني باهي دونك نخلطوا الشاي هذا الكل مع بعضه تمام توا نزيدوا له صحيف عظم باهي فيها فارينة ولا شايف؟ فيها فارينة باهي دونك صحفة عظم قرابة 4-5 كعبات هكاكا فوالا دونك حطينا 5 كعبات عظم ما احنا في الصحفة نتاعنا باهي وعندنا باش ناخذوا صحفة شطر صحفة فارينة مايسي شطر صحفة فارينة باهي على هذه لل دونك خدينا هنا الفارينه بيان سور سبيسيال جاتو نتاع ليبيدور فارينه ليبيدور دونك عندهم الفارينه سبيسيال جاتو عندهم الفارين باتيسيير عندهم برشا انواع نتاع فارينه دو بريفيرونس كي نبداو باش نعملو جاتو نختارو الفارينه سبيسيال جاتو
وابوبخي مغرفتين كيكه بهينا فوالا ثلاثه مغارف قرابه شطار الصحفه اللي احنا كيلنا بها ديجا. وعندنا كزبده غادي كذبت الزبده ذبت باش ناخذوا 100 غرام ولا باش نكايلوا زبده؟ لا 100 غرام 100 غرام دونك خليناها ذبت الزبده وزدنا 100 غرام زبده ديليس نخلطوا كل مع بعض ما تدخليش في وفيت الغوسيت وفيت الغوسيت هي دونك نعاودوا الغوسيت سهله برشا تشدوا صحفه تكايلوا بها صحفه لوز مرحي صحفه نوات كوكو مكومه باهيه صحفه عظم صحفه سكر شطر الكيل اللي خديناه اللي هي الصحفه نتاعنا لهنا فارينا سكر فاني بالطبيعه الخميره نتاع الجاتو و بيان سور ما نساوش 100 غرام زبده وصحفه العظم اللي هما ابوبخي هون اخترنا خدينا بلوتو 5 كعبات كي تبدا العظمه متوسط فوالا باه باه هوني ما يصابش نسيت كريم فريش باش تعطي الموالو نتاعها داك خاطر النوات كوكو يجي موالو معناها اللي يجي طري هكا من داخل وكل شيء دونك نزيدو الكريم توب شيف دونك كريم سيمي ايبيس افيك 25% دو ماتيير غراس هذه نجمو نستعملوها في لي روسيت سكري نجمو زاد نستعملوها في لي روسيت سالي نجمو نزيدوها كيما هكا حتى بوغ ان جاتو في لي سوب دونك هي باش تعطينا التهشيشه الكوتي طري نتاع الجاتو نقولوا احنا الكوتي المعجن شويه معجن شويه فوالا يذوب في الفم دونك هذه هي الغوسيت سهله برشا حاطين الفوغ نتاعنا دونك بيولوكس يسخن على 180 درجه بدا يسخن ديجا شالور تورنون دونك فوق لوطا اخترنا احنا باش نعملوا فما شالور تورنون فما شالور تورنون افيك فونتيلاتور نجمو احنا نختاروا افيك فونتيلاتور وديريكتومون اخترنا فورما نتاعنا حطينا لها كالعاده شايف شويه زبده شويه فرينه شويه فرينه زبده حضرناه فوالا وتو تدخل وتحطوا بابي كويسون تدهنوا بشويه زبده ترشوا بشويه فرينه بيان سور باش ما تلصقش 180 درجه ابو بري 35 مينوت اوكي انا ديجا هاني شايف طيحت لك 180 ونخليوها ابوبخي 35 دقيقة دونك في الفوغ تسيب بالطبيعة نقعدوا احنا نعسوا عليها بشوية بشوية تحمار كلاستيوس نتاع حتة السكينة هذيك باش نشوف كان طابت ولا وكها به دونك الديسير نتاعنا عملنا بالعكس احنا المرة هذيا بدينا بالديسير ارتحنا منه توا باش نتعداو للمحمسة الجارية الجارية الغوسيت نتاع المحمسه الجيرية محمسه جيرية اما سيفية راهو يا جماعه مش حاجه جيرية وسخونه ما تجي كان في الشتاء معناها هي معروفه المحمسه على الشتاء اما زيد حتى في الصيف تجي بنينه اي لا تجي فما محمسه تاع الصيف فما تاع الشتاء وفما تاع الربيع باه اوكي قاعد كان الخريف ما عندوش محمسه لا عنده 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 ومتاع تاع الربيع شنو محمسه بالفول اي اوكي والصيف دونك فما قلت لي يا بالباذنجان يا بالثوم والكروية ثوم والكروية اليوم باش نعملوا بالباذنجان به دونك حاطين شوية زيت زيتونة في الطنجرة نتاعنا خليه يسخن شوية وباش نقصوا الباذنجان باش يجي مقصوص خشين شوية باش يقعد يعني ياكل هكا خشين ومظاهر معناها في وسط المحمص بيان سور باهي كعبة تكفية كعبة ولا زوز ما يمكن نعمل شي كعبة أخرى من عشان نشوف ال أنت والطنجرة باش تعمل أنا والطنجرة خاطر ما هو بعد يذبل يذبل باهي أونتخ تون البصل مقصوص احنا ديجا نحطو مع الزيت البصل اللي تقلى باش نحطو البصل والثوم البصل والثومة هاي شوية بصل مقصوص شوية ثوم مرح نحط شوية هريسة عربي هاي طماطم معجونة دونك شوية هريسة عربي ومغرفتين طماطم معجونة باهي
عليها كطماطم والهريسه تتقلى مع البصل والثوم ونفوقه. باهي. عندنا شويه فلفل اكحل، شويه ملح، تابل، شوية مش برشا كركم. ما تحط شي فيها الكركم؟ اي شوية مش برشا. باهي. الكركم باش تعطيها الكولور الزهرة شوية. فلفل زينة مش لازم، ديجا حطينا الهريسة. حطينا الهريسة. باهي. دونك هذايا محمصة ما غير معناها خضرة، معناها لا لحم لا 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 حتى شيء. حتى شيء، جوست فيها لوبيرجين وكهو. يتحط من الأول. يتحط من الأول اي. ذاك علاش ما فيسع فيسع تجيب يعني دبي تجيب لوبيرجين و وتهز غلوتها وكها هو شايف. البلو بلسي باش نحيه شويه من بعد. باش تخليه تقرمش شويه. غير باش نزيد كعب اخرى. اي. دونك لوبيرجين نخليوه دوبا يطيب ونحيوه باش من بعد لو طون اللي تقل خمسه. فوالا. ومش العكس يعني ما نزيدوش في الاخر كي نحبوه يقعد يتقرمش، ما نجموش نزيدوه في الاخر. لا لا ما هو يولي جيري. مرقة جارية. اي. طيب بالكدا. كعبات ذباب. باهي. دونك نخليوه يتسيب يتقلى، يقعد هكا شوية شادد روحه، معناها ما يبداش ذابل برشا، يقعد كروستيون شوي هنا. ومن بعد نحيوه ونكملوا نطيبوا ونحطوا الصوص ونطيبوا المحمصة ومن بعد نسقطوا لي زوبرجين. يعطيك الصحة. ونجموا نزينوا من فوق. نزينوا بهم من الفوق، نجم حتى نقليوهم ونزينوا من فوق. دونك هوني لوبرجين شاف يتقلي وما غير ما نمرقو. لا يتقلى شوية هو بشايب ماء. دونك قبل ما تمرق تخلي ديجا البذنجان يتقلى بالكدا. شوية ماء. من الأول شوية بركة. باه. يعني مازلنا من الأول نقليو في الفاح، نقليو في البذنجان. نقولوا احنا نطيبوا نمرقوا بالبيت نحطوا المحمصه هذيك حاجه اخرى. نقولوا احنا نطيبوا شويه البيت مجاله طاب. الشايح باش كي عرفتك كيما جور نقولوا احنا التقليه نتاع الصفاقسيه. اي اي اي. فما احنا ساعه ساعه نحطوا معها الفلفل. اما احنا نحبوها في تونس كيف دق فلفل بقلود يبدا مقلي يتحط من فوق. يتحط من الفوق يتزين من بعد. يتزين من بعد يبدا بنين. باهي. شنو تعدينا شفتها؟ باش نحيها. نحيهم سي يزيهم. وما ياخذوش من اللفاح وكل. كيفاش؟ نحيهم مشخشخين باللفاح تخليهم. هي هي نورمال هي. بالعكس هذاك هو لوبجيكتيف كيما نقولوها. خاطر البصل والفيح الكل مشي في لوبيرجين. اي نورمال عادي. اخر جوست مرقه باش تطيب الخمسه وكهو. فوالا. تو نمرقوها شويه ونخليها تغلي ونرميو الخمسه نتاعنا. ما تنساش خليت كعبات لوبيرجين. اي بالعاني فما كعبات يبدو ذايبين وكعبات تقرمش. فوالا. دونك كيما شفتوا شاف خرج كعبات البذنجان اما مش الكل. قلى هكا شويه كعبات اقل من شطر. يسالش هذوكم حتى من بعد كي يذوبوا يعطيو مطعم بنين في السوس والاخرين باش يقعدوا يتقرمشوا بعد نلقاوهم كي نهزوا المغرفه نتاع المحمص. باه تعداو السلاطه. تعداو السلاطه لو طون اللي تهز غلوتها ومن بعد نحطوا فيها المحمصه هكا ولا من يوفي ميس هاو في. سهل سهل هذا المطلوب، احنا نحبوا حاجات سهله وغابيد وسيرتو بنينه. باهي السلاطه اخترت لنا الفلفل المشوي. المشوي اخترت فلفل مشوي، اخترت قرع اخضر. قرع اخضر في السلاطه في السيف سيغتو بنين برشا. اي هذاك مصموت ولا نايم؟ مصموت 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 دوب مصمطته. باهي. هو ميسه فما سلاطه القرع. اي ناخذوا القرع الاخضر يتسمط ريتلو مكحوليه. اي
تعود في الناري قرع اخضر قرع اخضر وهكيكا يتغفصوا كله يتغفص شوي هريسه عربي جينا العيد شايف عطينا هكا ديزيدي نتاع سلايت ماك تعرف العيد الكبير طريفه لحم وسلايت هذيك هو نقدم النوع في سلايت قد ما به ثوم وكلويه اي شويه زيت زيتون عصير قرص تولي ساعه تاع سيف بنينه مش نورمال باه احنا اش نعملوا زاده في تونس هذا كي نعملوا القراع محشي الوسطاني هذاك اللي في نحيوه هذاك يتنح ونحيو شويه قرع نحطوه ونفوروه تعمل سلطه زيت سلطه باهي دونك خذينا كعبه قرع اخضر دوبا صمطناها في الماء وخرجناها ما خليناهاش معناها تذوب برشا وقصيناها كما شفتوا تريفات صغيري وخذينا هنايا جرينيت فلفل حلوين بيان سور خشين شويه وشويناهم انا راني الفلفل ما نحبش يتسلت سلتين على خلي ياكل لا 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 اكل في الماء هذاك بنين يعطي مطعم بنين هي حتى تسلطة هكا نتاع فلفل سيور سيور زاده بنينه برشا حطينا القراع وحطينا الفلفل زيدو قراي الاخر كان نوعو من السلايت سيغتو توا هكا في الصيف ندخلوا الخضره في السلاطه زاده ما القرع الاخضر مش مسنسين بيه وبتدخ ما ناكلوش ياسر معناها بخليف هكا في كسكسي في حاجه اي ممكن ندخلوه في السلاطه السلاطه موجوده السلاطه وزيد سلطه بالتجار اي اللي هذيك عاد بنينه برشا حتى هذوما سورتو هذوما في الصيف بنين اخت عاد الفلفل والطماطم هذيك سلطه تونسيه عاد الباز سلطه مشويه في العيد زيد الباز اي باه دونك شوف شنو توا هذايا الطايب توا باش تعداو للناي الناي كعبة طماط سوريس طماط سوريس قسمناهم في اثنين شاهي منظرها هايلة هي هكيكة ديجا كل فلفل بركة واحد وذيك بنين زيد يتفوح شوية وكهو باه لي تون تصور ذا باش تخليه من لوطا للديكوراسيون ديكوراسيون والطماطم زادا باش تزين بها من الفوق والبصل باش يتقص في وسطها زادا لا لا البصل باش نقص توا خاص جيد ومن بعد كي يتحل يعطيك الصح سورتو تاو بصل سيفي يعطي جو بين برشا اه هاكا نقصو جيد ومن بعد نحلوه يعطي جو بنين ومنظر بنين زاده في السلاطه تو باش نفوحوها باش نفوحينا شوي بالفينيغريت بونا دونك صوص سلاد بونا اخترنا هنايا صوص سلاد بونا ناتشور بيان سور بونا عندها صوص سلاد سيزار ناتشور بالويل دوليف عندها زاده مايونيز الكيتشوب دونك الانواع نتاع الفحات الكل السلايت نجمو تلقاوهم عند بونا كيما هكا حاضرين خليها هذيك شيف بحدنا نزيدو من بعد نحطوها من بعد فوق الطاوله ريحه لي زوبرجين اي تقول لي نتاعهم ياسر بنينه بالحق كيما كنت تقول لي السفيقسيه كي اللي تحطها من الفوق عرفت هي السلاطه كي تفوحت تو باش نزينها خليك شيف تحط هنا في الصحن وتزينها وتحب نرميو المحمصة نرميو المحمصة دونك لهنا اخترنا المحمصة نمرو 2 نتاع ليبيدور بطبيعة دونك ليبيدور عندهم راهو المحمصة وعندهم المزلوقة يعني عملنا ديجا قبل دي روسيت بالمزلوقة تجي مزلوقة جيرية زادة كيف كيف تجي مزلوقة فاسون ريزوتو وعندهم زادة راهو المحمصة كيف كيف معناها اللي مستنسين بها المزلوقة على الطريقة التقليدية مخدومة والمحمصة زادة كيف كيف اللي استنسنا بها تجي جيرية تجي جيرية المحمصة شايفة ولا مفورة مفورة زادة
شيف نخليك تكمل تستنى المحمصه هذيك تشيب الجاتو زيد هاكا بدا ينفج ويحمر وكل شيء خليه يكمل تشيب في عقله وتحضر لنا الديكوراسيون تاع السلطه يقعد لنا يظهر لي حاجه اخرى تبع السلطه تنعملوها بعد ما بعضنا نمشي انا للروبريك نتاعنا ملا شيف هيلثي معني هيل ونعاودوا نرجعوا بعد مع شيف وجدي جاني لكم كل عادة من سالون تاعنا سوتيفاب وتعرفوا توا فما فرحة متاع باك جاية فما فرحة العيد زيدا كيف كيف اللي حبي يبدل الامبيونس متاع السالون تاعو يحب على باك جديد فما دي باك أبوردابل أدي بخي بهين على الاخر عند سوتيفاب كو سوسوا بور ان سالون افيك التابلو باس كيف كيف طاوله نتاع بيت فطور مع الكريسي نتاعها دونك تنجموا تمشوا سوغ بلاس تلقاو ان لارج شوا تنجموا بيان سور تبدلوا لي تيسيو تبدلوا لي كولور كيما تنجموا زيد تعديو اون ليفريزون ا دوميسيل اي لا ليفريزون الي غراتويت دونك هذايا بالنسبه لسوتيفاب ونرجعوا مع نهيل شحوي لك نهيل الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله الوغ نهيل اليوم قلت لي باش نحكيوا على حاجه تقلق شويه الناس اللي هما ديجا متقلقين justement donc femme عبيد اللي هما ياخذوا دي تريتمون معناتها مش هما اللي derrière voilà le surpoids mais خذوا دي تريتمون اللي هما en effet يزيدونا في البوان que ce soit contraceptif وسائل تصبير ساعات كورتيكويد معناتها اللي ينفخوا نعرفوهم البريود اللي ناخذوا فيها لي كورتيكويد كي تاخذ معاهم الملح oui voilà ou les antidépresseurs voilà ou sinon ساعات زيد الانسولين اذا كان ما نعملوش معاها ان ريجيم ادابت دونك بالنسبه للعبد اللي تاخذ في اللي تزرق في الانسولين دونك احنا شنو هو لوبجيكتيف نتاعنا في الاخر بكل كو سوسوا لوندوكرينو ولا النيوتريسيونيست هو يمشيو ان باراليل دونك ماذا بينا لا بيرسون اللي وصلت للديابيت هذيك في الليتا هذيك معناتها بتبل بيز وكل شيء دونك ماذا بينا نحاولوا نعملوا ان بتيت مارش اريير دونك باش نحاولوا نعدلوا الريجيم بشويه بشويه يقعد لو ميديسان ينقص في لي دوز دانسولين باش نجمو نطيحو في البوا دونك هذايا اللي نجمو نعملوه مي بيان سور باش تبدا حاجه معناتها فريمون تري فيجيلانت معناتها لو ريجيم معناتها فريمون منظم بالكدا وديما اون كولابوراسيون افيك لو ميديسان تريتون بالنسبه للعبيد اللي تاخذ في لي زونتي ديبريسور سي بوكو بلو كومبليكي هما ديجا متقلقين معناها وتلقى ساعات حتى واحد يبدا ديبريمي يولي ياكل اكثر فوالا فما عبيد جاهم فوالا هما ثما دو تيب ثما العباد اللي يبداو متقلقين وما همش فاهمين روايحهم مش بيهم وهما بتلقاها هكا اون ديبرسيون ماسكي يبدا يتحرك ويمشي ويجي مش يتفرج اما هو il déprime معناتها il est déprimé donc لهنا سي لو psychiatre هو اللي معناتها يعطي لو diagnostic مي اذا كان هو حط ان تريتمون اي كو لو تريتمون قاعد يزيد فيه في البوا خاطر ثم برشا عباد يجيو ان كونسلتاسيون ويقول لي راني انا معناتها لقيت الدواء يزيد فيها باغ اكزومبل في البوا راني مشيت نحيتو راهو نردو بالنا ما نحيوش دوايتنا هكاك باغ كونتخ ثم حلول نجمو ان باراليل مع لو تريتمون اللي هو ان جينيرال تلقى مثلا 6 موا ولا 9 موا اذا كان ماهيش حاجه سور sur un très long terme معناتها نحاولوا في البيريود هذيك نحاولوا نقصوا اون ليميت لي ديغا نقصوا لو ماكسيموم في لي ديغا معناتها نحاولوا نقصوا في النومبر دو كيلو اللي باش نزيدوهم دونك ينجموا راهو سا بو الي حتى 20 30 كيلو سا ديبون من لو تريتمون مي اون جينيرال 4 5 كيلو يتزادوا اذا كان على عامين باش يوليو لنا 8 اذا كان فوالا دونك سا شيفر دونك لهنا احنا شنو باش نعملوا باش نحاولوا اون سو ليميت الحاجه مانيش باش نمشيو في حاجه ستريكت pour qu'il n'y ait pas trop de frustration mais 3 repas par jour معناها فريمون انسان عادي ينجم يعمل 3 روبا بركه بار جور بنحاولوا لي بين بينين نحاولوا اون ايفيت باش ناكلوا حتى شيء اخر هكاك ساليميت ان بو فوالا بيان سور مع شربين الماء مع اون اكتيفيتي فيزيك باش هكا يبدا حتى لو مورال يبدا ندزو فيغ لا غيريزون معناها لوتيليزاسيون دو سي الدويت هذوما معناها لازمها تكون اكومباني بان ريجيم اليمونتير اون اكتيفيتي فيزيك برشا ماء باش هكا اللي فزتو هذا يعدلوا هذا فوالا دو بريفيرونس مع بيان سور ديزون مش باش ننقصوا مي او موا باش ما نزيدوش او موا ما نزيدوش بالنسبه للعباد اللي هي بطبيعتها خاطر ثما شكون يبدا هو بطبيعته معناتها زايد بوا والبوا هو اللي عامل له لا ديبرسيون معناتها راه ساعات تبدا هكا En plus, ils ont écrit un antidépresseur, c'est une maladie. Ça a une dépression et que ça nécessite un traitement. Antidépresseur. Vraiment, la personne, avec les symptômes de la dépression. Donc, il faut bien instaurer le traitement. On va juste stopper
باش نحاولوا نقصوا الكيلو. اي سي بوسيبل معناتها نشوفوا احنا حتى عباد سو كورتيكويد اللي هي معناتها تيب ثالث العباد اللي سو كورتيكويد فما عباد اللي تبع لي ريجيم تاعها خاطر ثم دي مالادي اوتوييمون حاجات معناتها في المناعه اللي هما سي دي مالادي كرونيك يقعدوا على طول فهمت دونك ديما اللي يغا توجور دي فاز اللي باش تاخذ فيهم كورتيكويد معناتها على الغالب سي كوم سا دونك اون ايساي دو جيري كلي بيريود هذوكم ونلقاو عباد قاعده تطيح كومي فهمت وقت اللي تبدا ثم لا موتيفاسيون نحاولوا خاطر sinon toi les متراكمه non seulement j'ai un problème de santé معناتها عندي مشكله صحيه وباش نزيد عليها مشكله صحيه اخرى اللي هي السمنه ما نعرفوا اللي السمنه هي مرض دونك لهنا لازمنا فوالا نردوا بالنا بالنسبه للتصبير بالنسبه للنساء اللي تستعمل تكون ما عندهاش حتى مشكله نتاع زياده في الوزن وتقول تعاد يبداو مش فاهمين معناتها ثم برشا نساء تقول شنو تبدل ما نعرفش علاش ملي عرست انا نتنفخ عمل وانا نزيد مانيش فاهمه اش بيني اون فيت بون فما اللي يزيد خاطر تولي العشاء في الليل شيء مي ثم برشا اللي هذيك اللي هنا انا نسميه راهو يقولوا لي زدت وما فماش دويت لحد شيء اون جينيرال اللي في لهنا هو سي لو روبا برينسيبال يولي في الليل سورتو كي يبدا ان كوبل يخدموا زوز لما تولي في الليل دونك في الليل برشا ماكله على مده تعطي فوالا دونك سينو ثم لي كونتراسيبتيف اذا كان تاخذ في كونتراسيبتيف وزدت في البوا وماكش مبدله حتى شيء في لي زابيتود اليمونتير دونك كواكو هما يزيدوا حلو شويه الشاي مي ثم le côté de faire ثم la rétention d'eau لهنا bien sûr il زمنا un régime adéquat ولا في حالة نجمو peut-être نبدلو le mode de contraception هذايا bien sûr زاد يقرروا لو جينيكولوج فوالا مي في الحالات الكل يلزم une prise en charge nutritionnelle باش ما نخرجوش منها افيك دي كيلو برشا لين بعد تجاهم باش تعاود تنحي مش كيما باش توقف ولا باش تنحي 5 6 كيلو كيما باش تولي لك 35 نحكي فريمون على دا شيفر راهو بالحق معناها فما عباد سون كابابل باش يزيدوا معناتها فريمون جونغ 30 40 حتى 50 كيلو في عامين فهمت دونك نتعداو فريمون من حد انسان عادي تقول قبل ما نعرس راني كنت معناتها حتى شي كنت نوزن 49 كيلو باغ اكزومبل تجيك تلقاها ديجا في المية في المية وحاجه فهمت هي بلا تلقاها باهته فهمت دونك لهنا نحاولوا جوست مش باش نحيو حتى شي بيان سور بعد استشاره الطبيب مي اون ليميت لي ديغا نعدلوا البالانس فوالا فوالا يعني كان اوني اوبليجي باش ناخذوا حاجه من الحاجات هذوما كو سوسوا دوي ولا اون ميثود دو كونتراسيبسيون ولا اللي هو نحاولوا دو لوتر كوتي نحاولوا نعدلوا باش حتى كان ما نقصوش ما نزيدوش يلزم نحاولوا نتحكموا في الشهيه كو سوسوا باغ زياده الالياف كو سوسوا باغ نحدوا كيما قلت لك دونك نمشيو كان نقول انا باش ناكل كان ثلاث مرات في النهار بخيتو ماهوش شويه في رمضان ناكلوا معناتها بالمره معناتها واحد ينجم يتحكم في لو نومبر دو روبا خاطر سا شيفر حتى واحد يقول لي ناكل برشا غله باغ اكزومبل راهو سا شيفر حتى تقول لي تفاح راهو مش ما نجمش ناكل ايليميتي فهمت فوالا دونك لهنا هذيك حاجه سينو ناخذوا الحاجات اللي فيهم يبداو ريش اون كروم خاطر الكروم يحاول باش يعاون باش يعدل لنا التو نتاع السكر كيف ما ديما نحكيو عليه دونك التو نتاع السكر في الدم باش ما يصيروش كي لي بيك هذوكم ويخلينا تنقص الشهيه دونك الكروم هو اون فيت سان مينيرال معناتها تبع الاملاح المعدنيه اللي هو نلقاوه موجودين موجود كو سوسوا في لي غرين موجود في لي فروي في لي فروي اولياجينو معناتها الفيكيا موجود في لي غرين دو شيا دونك هذوما نحاولوا ندخلوهم في لي روبا نتاعنا في سلطتنا في ماكلتنا في غرتتنا في باش هما يبداو باش ما يبداش طايح عنا لو كروم باش ما يبداش ديما الشهيه محلوله فوالا دونك كيما شفتوا السوجي نتاع اليوم بريز انتريسون فوالا دونك واحد لازمو كوميم ديما يسو بوز دي كيستيون كان يحس في روحو قاعد يزيد في البوا وما فماش حاجه تخلي يزيد في البوا بوتيتر يخمم في الحاجات اللي قاعد ياخذ فيهم لي ميديكامون اللي قاعد ياخذ فيهم ميرسي نهيل على السوجي نتاع اليوم وحنا نرجعوا ديريكتومون مع شيف وجهي الكوجينه شاف ريحة الجاتو فيحة في البلاتو ديجا حضرت لنا لي مورسو قصيتهم هايبر موالو بالحق مناش كان نجم نوريهم كعبة طرية بالكدي بالكدي دونك غوسيت سهلة على الاخر زدناها احنا شوية زيناها بالسوبر جلاس وبالحق هذايا نتاع نهار حد عشية فطور الصباح روتيل الصغار عبحر وهيلثي اون بلوس خاطر جينيرالمون لي روسيت هكا الصحيين والهيلثي يستعملوا فيهم برشا البودر داموند نوا دو كوكو دونك كنت نقصوا شويه تونه في السكر انتم اموركم واضحه تولي عندكم روسيت هيلثي باهي شنو اخر شيف سلطه كيف كيف صار
زي انتهينا حطينا دونك السلطه اكل القرع الاخضر تحسه كاينه كونكومبر عرفت كاينه السلطه التونسيه خرجت اما هي فيها الخضره دونك زدنا المايونيز دونك خدينا المايونيز نتاع بونا المايونيز العاديه الاولاد الصغار اللي ما يحبش ياكل السلطه وكان عنده كعبه العظام افجور مايونيز دونك نزينوا العظمه نغلفوها بالمايونيز حتى فيزوالمون هكا تعطي حاجه بنينه برشا ومزيانه ونجموا من بعد نزيدوا احنا الصوص بيان سور من الفوق شايف هكا كل واحد يحب يزيد في صحنه يعطيك الصح فوالا دونك استعملنا صوص بونا واستعملنا المايونيز هذا كيف نتاع بونا باهي المحمصه شنو حويلها طاب صحيح هاي الصحفه نتاعها دونك غاديكا عندنا الباذنجان قسمناها على اثنين فما البارتي اللي قاعده غاديكا باش تلقاوها هكا ظاهره ذيبه وطايبه بالقدي بالقدي حتى الكولور نتاعها متبدله وفما البارتي اللي نحيناها من اول الحلقه نتاعنا دوب ما تقلى شويه الباذنجان دونك تلقاها مازالت كروستيونت مازالت شاده روحها هذيك باش تجي من الفوق وتتزين كل واحد ينجم يحط شويه محمصه في صحنه ويزين من الفوق ريحتها ياسر بنينه وبك الهريسه العربي ظاهره محرحره لا هذا يتحط كوتي ولا زين من الفوق زين من الفوق زينه من الفوق هاي قاطن خلي لك شوية خليوها من بعد به وكل جرينين الفلفل ذوكم اللي حكيت لنا عليهم زوز جرينات فلفل مقليين وهكا المحمصة نتاعنا تكون حاضرة هلا شنو يقعد لنا الشيف هذايا بوغ اكومباني السلاطة؟ السلاطة باش نعملو دي تارتين باه ديما نخمو على الصغار خاطر سورتو هما دونك هذايا سي لا نوفوتي نتاع ديليس نحب نقولكم اللي راهو الفخوماج هذايا سان موري نتاع ديليس سي اون برودكسيون 100% تونسية يا جماعة ديليس راهو 100% تونسية لا برودكسيون هذيا سي اون ريسيت سامبل دونك تلقاو فيها دلا كريم بنينه برشا يجي اتارتيني كما احنا توا باش نعملو سي اون ريسيت اونكتيوز راه شيف خم نحلو بهذا نعاونو فوالا كيما ينجم يجي راهو اتارتيني كيما نجمو نستعملوه في دي ريسيت يصير بنين ظاهره ريحته بنين برشا. دونك سي نوفوتي هان، سي آخر برودوي خرجته ديليس في لا جام نتاع لي فخوماج، نجمو تلقاوه موجود في لي كروند سيرفاس باغتو، دونك نجمو تعملوه كيما هكا أتارتيني وتحطوه بوغ أكومباني السلاطة ولا بوغ أن غوتي لومجا، فوالا. دونك شايف نخليك تكمل تحضر لنا لي تارتين بالسان موري نتاع ديليس، وإحنا نتقابلوا توت سويت من بعد في الدريساج.